مجلس الوزراء 75 ألف زائر لمعرض تراثنا 2020 و60 مليون جنيه مبيعات. مستشار الرئيس للصحة: استراتيجية مصر نجحت في التعامل مع جائحة كورونا وتخصيص 100 مليار خفض أثاره السلبية. وزارة الصحة تعلن فحص 9 مليون سيدة للكشف المبكر عن أورام الثدي. مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات الجوية البلغارية تقل 118 راكباً. هيئة المترو تفعيل الغرامات على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة ضمن إجراءات مواجهة كورونا. وزارة الري تعلن إحالة 11,075 محضر مخالفة لتعديات على الترع للنيابة العسكرية. روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح سبوتنيك في ضد كورونا قبل حلول ديسمبر المقبل. وزارة الداخلية تضبط قضايا اختلاس واحتيال بقيمة 2 مليار جنيه. غدا شبورة وطقس مائل للحرارة بالقاهرة الكبرى والعظمى 30 درجة.